مساء الخير مشاهدينا الكرام، مرحب بكم في حلقة جديدة وأمسية جديدة من أمسياتنا القانونية، تأتيكم برنامج القانون والمجتمع من على شاشة قناة تركمان الفضائية، فأهلا وسهلا بكم. مشاهدينا الكرام، في خطوة نهدف من خلالها مناقشة الأمور أكثر واقعية وقانونية للمواد وقانون الدستور العراقي، والتي تعنى بالواقع العراقي بشكل مباشر وخصوصا بالمكون التركماني. نبدأ حلقتنا برنامجنا لهذا اليوم بسلسلة جلسات حوارية لمناقشة أمور قانونية وقضايا مثيرة للجدل في القانون والدستور العراقي. نبدأ برنامجنا لهذا في نبدأ تلك الجلسات القانونية أولى حلقاتها لمناقشة المواد أكثر إثارة للجدل، ألا وهي المادة 140 وما أثير من حوله من الجدل السياسي والقانوني بهذا الخصوص. للحديث عن هذا الموضوع معي في الاستوديو الدكتور مراد صائب محمود، معاون عميد كلية القانون والعلوم السياسية جامعة كركوك، وكذلك الأستاذ عبد الكريم حميد خورشيد، محامي وخبير قضائي لدى محكمة استئناف كركوك الاتحادية، وكذلك الأستاذ صفوت صالح البنا، محامي وخبير قضائي لدى محكمة استئناف كركوك الاتحادية. أرحب بكم ضيوف الأكارم، حياكم الله. حياك الله. لا وسهلا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نواصل وياكم مشوار حلقتنا لهذا اليوم. أرحب بكم مجددا مشاهدينا الكرام. كما تعرفون، المادة 140 أثير حوله الجدل السياسي والقانوني من قانونية هذه المادة ومدى مهلته التي نصت عليه الدستور العراقي، التي حددت موعد 31/12/2007 التي بهذه المدة تنتهي المادة 140، حيث أن المحكمة الاتحادية أقر في 30 تموز من عام 2019 بسريان وبقاء هذه المادة، ويمكن للمادة أو اللجنة العليا المشكلة للمادة 140 بالاستمرار في عملها لإكمال المراحل التي نص عليها القانون، هي التطبيع وكذلك الإحصاء والاستفتاء. أبدأ وياك دكتور مراد في هذا الموضوع، مدى قانونية وضع المادة 140؟ الكثير من الدساتير العالم تنص على مدة معينة أو مهلة معينة، بانتهاء هذه المدة تنتهي إجراءات هذه المادة. كيف ترون بعد انتهاء هذه المدة المحددة في الدستور وهي 31 من القانون الأول 2007 بانتهاء هذه المادة؟ شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أتوجه بالشكر الجزيل لجميع كوادر فضائية تركمانيلي ولكادر برنامج القانون والمجتمع على استضافتهم لنا في هذه الندوة الحوارية الممتعة والشيقة والمهمة كذلك في نفس الوقت. ومن دواعي سروري أيضا أن أكون اليوم متواجد مع أستاذنا الكبير الأستاذ عبد الكريم خورشيد وزميل الدراسة الأستاذ المحامي الخبير أستاذ صفوت البناء. مرحبا دكتور. شكرا جزيلا. كما تعلمون الكلام قد كثر في الآونة الأخيرة بخصوص آليات تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي في ضوء قرار المحكمة الاتحادية بخصوص سريان المادة، يعني هي نافذة الآن. للإجابة على هذا السؤال يتعين علينا أن نحلل الجذور التاريخية للمادة 140. لا يمكن الوقوف على الخفايا التي الموجودة في بين ثنايا المادة 140 بمعزل عن الجذور التاريخية لهذه المادة. المادة 140 كما تعلمون من الدستور العراقي الدائم لسنة 2005 أصلها هي المادة 58 من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2003. لكي نحلل تحليلا دقيقا وسليما يتعين علينا الرجوع إلى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2003. كيف كتب هذا القانون وما هي الظروف التي كتب فيها هذا القانون في 2003؟ وكيف بدأت العملية الدستورية في العراق بشكل عام بعد 2003؟ والسؤال الأهم من هذه الأمور كلها
هل كان الممثلي التركمان الدور الفاعل في هذه العملية برمتها؟ حقيقة قانون إدارة الدولة العراقية المؤقت وضع موضع التنفيذ عام 2003 تحديدا في 30 من الحجيران، وتألف هذا القانون من 62 مادة، وقد اعتبر هذا القانون بمثابة دستور مصغر للمرحلة الانتقالية في العراق لحين إقرار تشريع دائمي يتمثل في دستور دائمي وبرلمان منتخب وحكومة معينة من قبل البرلمان المنتخب. لو رجعنا بالتاريخ إلى الوراء قليلا لرأينا بأن هذا القانون تم إعداده ووضعه في ظروف غامضة جدا آنذاك. آنذاك في حين يعني هذا القانون وضع بالتشاور بين قوات الاحتلال في حينها وبين ممثلي وأعضاء مجلس الحكم آنذاك، والمتكون من 25 عضوا، كان من بينهم 12 من الشيعة العرب وستة من السنة العرب وخمسة من الأكراد وتركماني واحد ومسيحي واحد. أستطيع القول بأن هذا القانون وضع بسرية تامة دون الاستشارة برأي الخبراء، برأي أهل الاختصاص في هذا المجال، بالتأكيد وأهل الاختصاص. وهنا أود أن أقول في الواقع هذا القانون كان يعبر عن طموحات وأهداف الأخوة الشيعة العرب والكرد آنذاك، ولهذا السبب مثل ما تعرفون بما أنه كان يمثل هذا القانون دستور مؤقت للبلاد في حينها، كان يجب أن يكون أو أن تكون صياغة هذا القانون صياغة واضحة، صياغة دستورية سليمة خالية من الغموض والأمور الإشكالية والتعقيد. فكما تعلمون في الصياغة الدستورية يجب أن تكون الكلمات واضحة لا تحتمل التأويل والتفسير، فالاهتمام بالشكل والصياغة كان ضروريا جدا لكي يؤدي بالمحصلة النهائية إلى التحليل السليم. ولهذا السبب بضغط من الإدارة الأمريكية آنذاك وتحديدا من قبل الحاكم، من قبل وزير الخارجية الأمريكي آنذاك بايدن، بول بريمر الحاكم المدني، بضغط منه كتب هذا القانون على عجالة. وعليه ولهذا السبب كان الإرباك الغموض كان واضحا بين نصوصه، وتحديدا نص المادة 58 من القانون. المادة 58 من القانون وضعت حلولا للمناطق التي أطلقوا عليها تسمية المناطق المتنازع عليها لأول مرة كاصطلاح قانوني بين المفاوضين آنذاك. المادة 58 وضعت حلول لمحافظة كركوك من بينها موضوع الوافدين لكركوك والمرحلين من كركوك، وكذلك مسألة التعريب، موضوع الأراضي الزراعية. وقد حددت هذه المادة ثلاث خطوات رئيسية لحل موضوع كركوك، هي تطبيع الأوضاع، إرجاع الوضع إلى ما كان عليه، ومن ثم إجراء إحصاء سكاني، ومن ثم إجراء استفتاء عام. وهنا أنا أود أن أشير إلى نقطة مهمة جدا. كلمة الإحصاء وردت، وكلمة التطبيع وردت بشكل دقيق وفقا للمصطلح أو الإصلاح الدستوري. كلمة الاستفتاء، القانون في المادة 58 لم ينص نهائيا على مصطلح الاستفتاء بحد ذاته. كما تعرفون والأخوة الأعزاء أيضا يعلمون، هنا كلمة استفتاء، هي كلمة الاستفتاء في الاصطلاح القانوني هي كلمة واضحة ومشهورة وكثيرة الاستخدام. هنا المشرع استخدم عبارة آخذا بنظر الاعتبار آراء السكان. ماذا تعني هذه العبارة؟
هذه العبارة إذا تأملنا وأمعنا النظر فيها هي ليست ملزمة كلفظ الاستفتاء. لو كان قصد المشرع آنذاك هو الاستفتاء بعينه لماذا لم يستخدم كلمة الاستفتاء؟ طيب تحديدا في المادة التي المادة 62 التي تلت هذه المادة المشرع استخدم كلمة الاستفتاء لخمس مرات متتالية. تمام؟ فهنا يوجد غموض واضح بين نص المادة 58 والمادة 140 من الدستور الدائمي. عندما نقلت المادة 58 من قانون إدارة الدولة العراقية إلى مادة 140 إلى المادة 140 تم نقل كلمة التطبيع ونقل والإحصاء والاستفتاء كلمة الإحصاء، ولكن تم الاستعاضة بكلمة الاستفتاء. طيب خصوصا إذا ما عرفنا بأن الفقرة الأولى من المادة المادة 140 نصت على تطبيق فقرات المادة 58 بجميع فقراتها. طيب أستاذ عبد الكريم أنتقل وياك، كما ذكر دكتور مراد نوه إلى موضوع معين أنه قانون الدولة العراقية المرحلة الانتقالية وضعت في إجراءات وحالة من الغموض يعني. طيب أنا من أشرع قانون يمس مصير محافظة معينة أو المناطق المجاورة لها دون الاستشارة إلى خبراء قانونيين ذوي الاختصاص في هذا المجال وتحديد مدة معينة وبانتهاء هذه المدة تنتهي المادة، طيب ماذا كيف ترون قانونية إحياء المادة 140 بعد انتهائها ونفاذ المدة المهلة المحددة له قانونا؟ ابتداء تحياتي لك أستاذ محمد ولبرنامجك الناجح. شكرا. وتحياتي إلى ضيوفك الكرام، ضيوفك ضيفيك الأكارم، ويشرفني أن أكون معهم الدكتور الكبير الأستاذ مراد صايب والأستاذ الكبير القانوني أستاذ صفوة البنا، وتحياتي إلى كادر فضائية تجمن إيلي من المدير إلى أصغر عامل في هذه الفضائية. أشكرك جزيل الشكر. مساء الخير للجميع وتحياتي لجميع المشاهدين. أستاذ محمد، إحنا كقانونيين كل نص قانوني، وهذا معروف والأستاذ الدكتور يعرف وكافة الضالعين بالقانون وجنابكم هم محامي، يفسر يعني تفسير النص من ضمن يعني من ضمن الأساسيات في علم القانون. احنا قبل كل شيء لازم نجي نعرف المادة 140 شنو هي حتى المواطن يكون على بينة. نعم. والمشاهد المادة 140 من الدستور، طبعا الدستور المعني هو الدستور اللي تم عليه اقتراع عام على مسودته في 15 اعتقد فبراير اكتوبر 2005. المادة 140 تتكون بشكل اختصار يعني تتكون من نقطتين يعني من فقرتين. شوف أستاذ محمد إذا تركز بالفقرات، الأولا ماكو فد شي بي يعني الأولا المادة نصها شو تقول؟ تقول تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال، شوف كلمة استكمال، شوف الخلل الدستوري استكمال وماكو شيء حتى صاير حتى نكمل لاستكمال شنو؟ تنفيذ المادة 58 من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها، يعني المادة 58 هنا لحد الآن أوكي. نجي على ثانيا الإشكالية، هذا يدل على أنه الذي سن هذا القانون لم يكن له يعني الدراية الكاملة بخبايا القانون حسب ما ذكر الدكتور عدم مراجعة لدول الاختصاص وخبراء يعني قانونيين بصياغة هذه المواد. سيد محمد العفو، مثل ما ذكر الدكتور الثاني شو يقول؟ يقول المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، شوف والمنصوص عليها في المادة 58 من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، نعم، تنتقل وتستمر إلى السلطة التنفيذية
المنتخبة بموجب هذا الدستور، يقصد الدستور. هنا ماكو إشكالات. الإشكال وين؟ يقول على أن تنجز كاملة التطبيع، الإحصاء. شوف أكو فرق بين إحصاء وتعداد. الإحصاء وتنتهي، تنتهي يعني نهاية هذا نهاية كل الإجراءات. الإجراء الأخير هو استفتاء في كركوك والمناطق القرى المتنازع عليها، وذلك لتحديد إرادة مواطنين هذه المناطق أصلا. الإشكال وين صار؟ المشرع، إذا يسمى مشرع بوقته يعني هو اللي شرع، يقول في مدة أقصاها 31 أكتوبر قانون أول عام 2007، يعني 1/1/2008 انتهت هذه المادة يعني القانون. هو حدد مدة لهذا القانون. طيب أستاذ صفوت، أنتقل إلى جنابك الكريم. مادة 140 حسب ما ذكر الضيفين الكريمين هي امتدادا لمادة 58 من قانون الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية. طيب هل هنالك فرق ما بين المادتين، ما بين 140 وكذلك ما بين المادة 58 من قانون الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، وأيهما أكثر ملائمة للوضع الحالي؟ بداية أرحب بكم وبرنامجكم الكريم وبالضيوف الكرام. أستاذ محمد، بالنسبة لما تفضلت جنابك، الفرق بين المادتين مادة 58 مادة 140 من الدستور، طبعا هي مثل ما طرق الدستور العراقي في مادة 140 على أنه المادة 140 هي امتداد للمادة 58 من قانون إدارة الدولة الانتقالية المرحلة الانتقالية، هي تكملة، مفروض هي أن تكون تكملة المادة 58 في امتدادها الزمني وفي أدائها في إطار معين. لكن مثل ما تفضل الأستاذ عبد الكريم، المادة الدستورية 140 بترت وانتهت صلاحيتها القانونية بتحديد سقف زمني لها. نعم، هذه النقطة الأولى أستاذ. بالنسبة للنقطة الثانية أستاذ، بالنسبة للمادة، نجد أن المادة 140 تطرقت إلى التطبيع والإحصاء والاستفتاء. هذه المصطلحات أستاذ يعني أجد أنها تشير بشكل مخفي إلى حالة تنازع الدول حول الأقاليم والمناطق المعينة بين دولتين وليس في إطار دولة موحدة. هذه المصطلحات قد تثار حول أقليم معين يكون عليه نزاع بين دولتين، وليس كمحافظة جزء من العراق وجزء من سيادة العراق والوضع داخلي وليس خارجي، وليس ما الصراع مبني على ما بين دولتين تتمتعان بسيادة كاملة. بالضبط أستاذ. فإحنا يعني هذا المادة مثل ما اتطرق الدكتور مراد، خيطت ونسجت من أجل تمزيق وحدة العراق، لأن فيها خفايا وأبعاد. ما معناه أن يكون استفتاء؟ حول ماذا استفتاء؟ حول أي أمر استفتاء يكون؟ التطبيع واضح، إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل القوانين والأنظمة الجائرة التي قبل 17 تموز 1968. بالضبط، قبل أن تشرع قوانين وتتخذ إجراءات تنفيذية بحق مواطني أهل كركوك. لكن الإحصاء على ماذا إحصاء يكون؟ الاستفتاء قصد. إيه؟ طيب. والإحصاء أيضا مذكور بيستاذ. طيب. طيب أنتقل وياك دكتور مراد. كما ذكرت المادة 140 هي كان في السابق كانت المادة 58 من قانون إدارة الدولة المرحلة الانتقالية. طيب كقانوني وكحقوقي في هذا المجال، أيهما ترى ملائمة للوضع الحالي؟ يعني المادة 58 في وقته أم المادة 140 أكثر، أيهما أكثر ملائمة للوضع الحالي؟ نعم أستاذ محمد، بس أنا أود أن أشير إلى نقطة مهمة وأعقب عليها قد أشار لها الأستاذ صفوت. مصطلح الاستفتاء لو سلمنا جدلا بها بهذا المصطلح، استفتاء حول ماذا؟ استفتاء حول انضمام كركوك لأي إقليم؟ مبهم. هذا أحد جوانب الغموض الدستوري الموجود في
المادة 140. المادة 140 وكذلك الحال بالنسبة للمادة 58 لم تحدد فحوى الاستفتاء. إذن من هي السلطة المختصة حاليا؟ أنا أتساءل وأتوجه بسؤالي هذا إلى المعنيين في لجنة تطبيق المادة 140 وإلى المسؤولين في الحكومة المركزية في بغداد. تفسير هذه العبارة استفتاء على أي بالضبط موضوع يمكن أن يستفتي به المواطنين في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها؟ وكيف نحكم مسبقا بأن استفتاء أهل كركوك سوف يكون على سبيل المثال بنعم أو لا للانضمام إلى أقليم معين؟ لأن نص القانون كما نص القانون وتنجز كل كامل التطبيع وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق المتنازع عليها وتحديد إرادة مواطنيها في مدة أقصاها 31 كانون الأول 2007. هنا العبارة مبهم في أي موضوع يمكن أن يذهب بالضبط المواطنون في كركوك أو المناطق المتنازع عليها للاستفتاء. يعني بالضبط موضوع الاستفتاء مبهم بالضبط أن الإبهام موجود وبشكل واضح وجلي. ولهذا السبب جوابا على سؤالك أنا أعتقد برأي القانون المتواضع بأن المادة 140 والمادة الأساس 58 لم تعودا صالحتين لحل معضلة كركوك، وهنا نحن بحاجة إلى تدخل تشريعي من قبل المشرع لسن قانون جديد يعالج إشكاليات وآليات تطبيق المادة 140 من الدستور، لأن المادة 140 من الدستور بوضعها الحالي ليست ناجعة ولا توفر حلولاً لمعضلة كركوك. هنا نحن بحاجة إلى تعديل دستوري للمادة 140 لتفادي هذه الفجوات، أو نحن بحاجة إلى تشريع قانون جديد لتنفيذ تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي. طيب سوف أتي على آلية تشريع القانون فيما لو استمرت على تنفيذ إجراءات المادة 140. طيب أنتقل وياك أستاذ عبد الكريم، سؤالي كان موجه كان لضيفين الآخرين مدى ملائمة المادتين المادة 58 والمادة 140، برأيك أيهما تكون ملائمة للوضع الحالي؟ يعني في السابق كان مادة 58 يعني تراها أنه أكثر ملائمة للوضع الحالي وتلبية لاحتياجات المواطنيها. أستاذ محمد عزيزي خلي أوضح لك بصراحة، ماكو إنسان ما يريد الظلم ينرفع عنه، يعني ماكو إنسان تعرفه شيء أكيد، بس أريد أعرج على شيء مهم جدا. نعم بالتأكيد. قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية اللي حن الحلقة بصدد مناقشتها ويا المادة 140 هي طبعا 9 أبواب 62 مادة وديباجة. أستاذ محمد أستاذ مراد أستاذ صفوة تركزوا على الديباجة. نعم صح. ديباجة شو يقول؟ يقول يهدف هذا القانون إلى هدفين به، رفع أو إزالة الآثار الآثار والممارسات الطائفية والعنصرية من قبل النظام السابق، هاي نقطة. والنقطة الثانية هو إدارة شؤون العراق بالمرحلة الانتقالية لحين انتقال. أستاذ محمد يعني أي واحد قانوني لو يريد يباوع للمشهد ما نرفع الظلم عن شعبنا احنا التركماني ولا أصلاً الديباجة ما يعني منفذينه فعلا. القانون من تقراه أنه رفع الظلم، رفع الغبن، مرحلين منفيين، لكن كأني كمواطن تركماني كقانوني ألاحظ يعني إحنا بالنسبة كشعب تركماني ما رفع الظلم عنا، بالعكس دائما المواطن من عندنا يحس بأنه مظلوم. أبسط مثال، إحنا ما نريد نتطرق إلى الجانب السياسي لأن حلقتنا حلقة قانونية، حلقة قانونية الجانب السياسي. أبسط مثال وزير من شعبنا، إحنا جزء من هذا الشعب أستاذ، جزء من هذا الشعب. إحنا عدد نوابنا بالمجلس، مجلس النواب اللي هو البرلمان مو يحدد عددنا أو يحدد إحنا حقوقنا إيش قد، ممكن ما يطلع ولا نائب، لكن أو ما أقص الشعب بعدد النواب الموجودين. الشعب التركماني شعب حي يتكلم لغة على أرض الواقع، تعاملات في كركوك والمناطق الأخرى. لكن من تجي تفسر جوابا على سؤالك 140 ملائمة أو مثلا قانون إدارة الدولة،
أعتقد هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة عميقة بحيث يطبق بشفافية. كلنا نعرف كان اكو ترحيل، كان اكو نفي، كان اكو كل شيء، وكلنا نعرف هذا الشيء وكنا نعاني من عنده. احنا نتمنى ان يكون تطبيق شفافيه بدون اهداف اخرى. يعني لو سمحت لي هنا ايضا مداخله بسيطه. نعم. الفقره الف من الماده 58 تكلمت عن رفع اثار الظلم الذي سببته ممارسات النظام السابق، وانا اتساءل، نحن لا نتطرق للامور السياسيه، ماذا عن نفس الممارسات التي مورست بعد 2010 والتي بلغت في اوجها من 14 الى 17، تغيير ديموغرافي، ايضا الاتيان بوافدين، كيف بهذه الامور ان تحل؟ تمام، اذا لو تكلمنا عن تغيير ديموغرافي يجب ان نتكلم بعداله نظام السابق، وبعد 2010 ايضا اكو تغيير ديموغرافي في كركوك لصالح جهات معينه معلومه. هذه فقط مداخل أولا. أنا باعتبار قانونيا، نعم، أعتقد هو اعتقاد وجهة نظر بأنه طالما مثل ما قالوا تفضلوا الأساتذة، طالما حددوا له موعد محدد المشرع، هذا مشكلته. ليش خلى له موعدا أقصى 31؟ خلى مدة. أما التفسيرات الأخرى طبيعي، كل من حر بتفسيراته، لكن التفسير القانوني كل شيء يحددوا له مدة بعد انتهاء هذه المدة تنتهي. إذن يحتاج مثل ما قال الدكتور مراد إلى معالجة، يعني إلى معالجة الوضع. طيب ما ممكن الوضع يبقى على ما هو عليه. أنتقل وياك أستاذ صفوت. يعني أكو ظلم أستاذ، فعلا أكو كل شيء، أكو ترحيل، أكو نفي، إحنا ما ننكر هذا الشيء. أنا شخصيا كنت أشوف، يعني أنا كما غادرت البلد بقيت هنا كمحامي اشتغلت، شفت ترحيل، شفت بعيني، شفت من التركمان، من الأخوة الأكراد. يعني هذا مو قصدنا، يعني قصد الدكتور احنا الشفافيه بالتطبيق. الحل يكون بجلوس جميع الاطراف على طاوله واحده، وعدم فرض جهه رايها الراي على الطرف الاخر، فرض امر واقع على جهه معينه. هذا الزمن قد ولى. طيب لا اتصور يكون بفرض الامر الواقع. طالما النفي والترحيل شملنا احنا هم، لازم احنا منكون طرف في سن اي قانون يعطي، يجب ان يراعي مصلحه الشعب، يعني حق الشعب، حق طيب الناس المطلوب. استاذ صفوت، ذكر الضيفين الكريمين الماده 140 حدد اخر مده وهي 31/12 القانون الاول 2007، بانتهاء هذه المده تنتهي الماده، واغلب السياسيين يرون انه هذه الماده انتهت صلاحيتها بانتهاء هذه المده، لكن نرى المحكمه الاتحاديه في 30 تموز 2019 اقر بنفاذ هذا القانون وبقائه والسريانه. طيب كيف ترون هذا الجدل والتناقض ما بين المادة والقرار المحكمة الاتحادية؟ طبعا أستاذ، تفسير القانون من مرحلة لمرحلة يتغير وحسب متطلبات واحتياجات المجتمع والواقع السياسي المفروض على البلد. فمن الجائز قانونا بعد فترة المحكمة الاتحادية ترجع عن قرارها. هذا الشيء وارد، صحيح، مو شيء دستوري قرارات المحكمة الاتحادية. نحن في الواقع العملي نجد الكثير من القرارات التمييزية بين فترة زمنية وأخرى تتغير. هذا الشيء وارد، مو يعني نهاية الأمر، لا، من الوارد أن تتغير اتجاه محكمة الاتحادية ويسار إلى مسار آخر. طيب أستاذ محمد، نعم، بالنسبة أنت طرحت في موضوع مهم والأستاذ طرحه، نعم، يحتاج إلى يعني نقول تعديل. المشكلة وين؟ المشكلة الدكتور يعرف والأستاذ يعرف، تعديل نصوص الدستور يعني شبه جامد، يعني يحتاج إلى شروط شوية، يعني إجراءات معقدة ربما. زين شلون يعني يبقى مثلا مادة منا محددة للموعد، منا الأستاذ مثل ما تفضل ممكن المحكمة الاتحادية الموقرة ممكن تبدل رأيها، ممكن وهكذا تبقى هاي المشكلة دكتور. يعني لازم هنالك يكون حل، لأن احنا كلنا نعيش في أرض. العفو، بالنسبة مداخلة، بالنسبة سؤال جنابك حول المادة 58 و140، نعم، هل كانت شافية وهل كانت ملبية لمطالب الشعب؟ نعم. لا أستاذ، ما كانت ملبية.
أبسط مثل ولا واحد من عندهم. إيه أبسط مثل أستاذ بالنسبة للنزاعات الملكية العقارية. نعم. هيئة نزاعات الملكية ما رخ ما لبت مطلب الشعب 10%، لأن كل المواطنين اللي كانوا يراجعون إلى هيئة نزاعات الملكية كانوا يطالبون بإعادة الملكية إليهم. ولحد الآن الأراضي لم ترجع إلى أصحابها، خاصة الأراضي الزراعية أستاذ. فعلا فعلا نقطة مهمة، ما رجعت الأصحاب مع العلم. طيب أنا من ما أرجع الأراضي لأصحابها وأرجع أنفذ هذه المادة، طيب هنا المكون من مكونات المجتمع قد يتضرر غبن. من هذا وقع عليه الغبن فعلا. صفوة يعني آسف للمداخلة، تفضل. تعقيبا على كلام صحيح وواقعي، مثلا حتى لو أنت تلاحظ بقانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية يشير إلى المادة 10 من قانون نزاعات الملكية، يعني والجهات ذات العلاقة، يعني طرف هو. زين، إذا أنت هيئة نزاعات الملكية ما رجعت مثل ما تفضلت جنابك، ما رجع أراضي المظلومين اللي هو يقول بدي باجة أنا يلزم الديباجة، يقول رفع الظلم والغبن. زين، أنت ما رجعت أراضي ناس هواية سووا، قاموا شي يسوون؟ يدري الأستاذ دخلنا هواية دعاوي، مثلا مفاتحة وزارة الفلان أو مؤسسة فلان فيما إذا كان لهم حاجة بالضبط للعقار من عدمه. من الطبيعي كل الكتب الواردة بالحاجة الماسة دكتور مشاريع مستقبلية، قالوا لنا حاجة ماسة مشاريع مستقبلية أستاذ. مستقبلية يعني ولحد الآن ما رجعوا على حالها. إذن هم مثل ما تفضل أستاذ ما لبى متطلبات المظلومين، الغاية مو رفع الظلم يعني من كل الشعوب، وإنما تحديد مكاسب معينة. هو المكاسب أستاذ المشكلة متجذرة، لو رجعنا إلى أصل المشكلة في صياغة قانون إدارة الدولة العراقية المرحلة الانتقالية المادة 58 هو غياب التمثيل التركماني. فعلا من بين 25 عضو كان عندنا ممثلة واحدة احترامنا عن جميع الأسماء والمقامات، لكنها لم تكن قانونية ولم تكن حقوقية ولهذا السبب. طيب أستاذ محمد، ولو ما أريد أقاطع كلامك بالشكر مثل ما يقول فعلا الأساتذة هم يدرون فعلا. أستاذ محمد ودكتور يدري والأستاذ يعرف هواية دعاوي بنزاعات الملكية أبطلت، يعني هو المواطن يقول يعني أبطلت لسبب والمواطنين يعرفون، حتى التعويض ما أخذوا قسم، مو بس أراضي أستاذ صفوت ده تعرف، وسدي يسمعون المشاهدين أكو هواية ناس دكتور لا أراضيهم رجعت ولا أخذوا التعويض، والله أنتوا دعوتكم أبطلت، راحوا المحكمة البداية، محكمة البداية بالبداية كانت تنطي بعدين التمييز إيه على قرار محكمة التمييز جمدت المادة 25 فعلا. يعني هنا شنو وش سوينا إحنا مثل ما تفضل الأساتذة والدكتور، يعني معنى القانون ما لبى متطلب أبسط متطلبات المواطن فعلا. المظلوم طيب. اللي هو إرجاع ممتلكاته والتعويض. دكتور لو نلاحظ بدقة المادة 140 وفي مقابلها مادة 58 من قانون الدولة العراقي للمرحلة الانتقالية، 58 تنص على إمكانية تشكيل أقاليم من 3 محافظات أو أقل. طيب المادة 140 هنا لو يقصد به الاستفتاء الضم كركوك للأقليم، هنا الأقليم يزيد عن 3 محافظات، في هذه الحالة هنالك تناقض ما بين 58 من مادة والمادة 140، كيف ترون هذا التناقض الموجود ما بين المادتين وحاليا مستمر في هذا التناقض؟ كما أسلفت سابقا الدستور العراقي الدائم لسنة 2005 قد وضع تلبية لرغبات فئات معينة في وقتها، ومن ضمن هذه الأمور التي تكلمت عنها حضرتك هي موضوع الاعتراض ل3 محافظات والأقاليم وأمور أخرى. ولهذا السبب قبل قليل تكلمنا عن موضوع التعديل الدستوري. التعديل الدستوري ليس بمستحيل، وهو أمر يمكن القيام به إذا كانت الحكومة جادة. الثغرات ليست فقط في المادة 140 من الدستور، في أمور كثيرة وكثيرة وكثيرة في النفط والثروات الطبيعية والسلطات الإقليم والاتحادية والأقاليم، شكل الدولة، نظام الحكم إلى آخره. جميع هذه الأمور في الدستور العراقي هي توجد بها ثغرات، وبالتالي أتصور أنه يجب على الحكومة الحالية أو الحكومة المقبلة أن تعمل جاهدة لتدارك ما يمكن إدراكها من تعديل الدستور الحالي وحل هذه
هذه المشاكل ومن ضمنها بالتأكيد مشكلة المادة 140، وكما أسلفت قبل قليل الحل يكون بتراضي جميع الأطراف من مكونات كركوك الأصلاء، لأن التنفيذ الحالي والمضي قدما بهذا التوجه قد من الممكن أن يهدد الأمن السلمي، الأمن المجتمعي في كركوك، وهذا ما أكده أيضا تقرير ممثل الأمم المتحدة في العراق بهذا الخصوص 2008 دي مستورة، قال التطبيق الحالي وآليات تطبيق المادة 140 من الممكن أن تؤدي إلى تهديد السلم المجتمعي في كركوك. وهنا ندعو إلى أنه العقلاء يجلسون سوية على طاولة الحوار ويتباحثون. جميع مكونات كركوك يجب أن تكون النية واضحة في التوافق يرضي الجميع، ولكن ليس بالصيغة الحالية. طيب أستاذ عبد الكريم، محمد أنا أختلف ويا الدكتور في نقطة تعديل الدستور، يقول ليست مستحيلة. حسب قراءتنا لهذا وهو هم أستاذنا طبعا، إحنا نأخذ الاستشارات من عنده، تعديل أي نص دستوري جدا صعب في ظل الشروط الموجودة في الدستور. أعتقد أنا هذا وجهة نظري فعلا، وأعتقد صعب جدا تعديل أي نص، مو بس هاي النص. ليش دكتور؟ يعرف تعديل النص يحتاج إلى شروط، والشروط وجملة من الإجراءات لكي مستحيل يتغير هذه الشروط تتحقق، لأنه ما أنا دا أشوف هذا وجهة نظري وباعتقادي صعب تعديل. طيب أستاذ صفوت، يعني ذكرنا في بداية البرنامج مناطق المتنازع عليها. طيب أنا لو أتي على دولة واحدة والشأن داخلي، هل من مدى قانونية إطلاق مصطلح المتنازع عليها، في حين نعرف جميعا أن كلمة ومصطلح المتنازع عليها تحدث ما بين الدولتين متنازعتين على منطقة معينة أو مناطق معينة في لكي يسمى بالمناطق المتنازع عليها؟ طيب يعني قانونيا هل يمكن إطلاق مصطلح بهذا التسمية في شأن داخلي؟ لا أستاذ ما يجوز، مثل ما سبق وأن اتطرقنا، كركوك جزء من العراق، وإحنا نتكلم عن دولة العراق كدولة موحدة وليس كأقاليم وليس كمحافظات، ولا يوجد صراع ما بين دولتين على منطقة معينة. عليه لا يجوز استخدام هذا المصطلح بالنسبة لواقع كركوك، لأننا ولن نقبل بتقسيم العراق وتجزئة البلد. حقيقة المصطلح المناطق المتنازع عليها، يعني نحن سوف نرجع إلى النقطة الأولى تحديدا، أنه المختصين ما وضعوا قانون إدارة الدولة العراقية، هذا القانون لم يراجع من قبل الخبراء. أحسن دكتور، توجد فيه يعني عبارات وألفاظ ليست دارجة في الصياغة القانونية، مثل ما تفضلت المتنازع عليها، رأي أخذ رأي بنظر الاعتبار، أخذ رأي السكان، ما كفت شيء بالدستور اسمه أخذ بنظر الاعتبار رأي السكان. الدستور يكون صريح وواضح وقطعي، والكلمات لا تحتمل التأويل، وجميع الثغرات التي نعاني منها في الوقت الحالي هي نتيجة للصياغة الركيكة سواء لقانون إدارة الدولة الانتقالي أو الدستور الدائم. طيب أستاذ، ماذا تقترحون يعني بخصوص المادة 140؟ هل تقترحون أنه إلغاء المادة أم تعديلها؟ الإجابة على هذا السؤال له بعدين، بعد سياسي وبعد قانوني. سوف لن أخوض في البعد السياسي، لكن أود أن أشير أنه يجب الاتفاق السياسي أولاً، أما الحلول القانونية فهي سهلة. إذا اتفق السياسيون وكانت نيتهم صادقة لوضع حلول، فإن الحلول القانونية من الممكن أن نعمل بها، وهي كثيرة. ممكن التعديل، ممكن تشريع قانون خاص لتنفيذ المادة 140 بشرط الاتفاق السياسي أولا وبشكل توافقي دون إقصاء أو تهميش لأي جهة. طيب سيد عبد الكريم، نفس السؤال اللي طرحته للدكتور أطرحه لجنابك الكريم، يعني تقترحون تعديل المادة القانونية الدستورية عفوا أم إلغائها؟ في حال تعديلها كيف، وفي إلغائها كيف؟ والله أنا أرى
بأنه المواطن هو المتضرر، لأن المواطن المظلوم اللي هجر من منطقة سكنه واللي تعرض للتغيير السكاني واللي ما تعين على متصحة القومية واللي ما رجع للأراضي الزراعية واللي حد الآن لا أخذ تعويض ولا أخذ، يعني أعتقد يعني الموضوع يجب النظر إليها قانونيا. يعني قانونيا شنو قصدي؟ قانونيا السياسة لا يدخل بهذا الموضوع حتى الناس تأخذ حقوقها، لأن المسألة قانونية، مظلوم ظالم إنصاف، يدرون الأساتذة القانون يوقف على ثلاث شسمة. فهنا مثل ما تفضل الدكتور، هذا يحتاج إلى يعني نقول فالتوافق فالاتفاق بين الأطراف، ولازم إحنا لازم نكون طرف، لأن إحنا أيضا مشمولين كنا بالمظلومية وكذا. فلذلك أنا باعتقادي تعديل جدا صعب، أنا هذا رأيي، لأنه التعديل وفق الدستور الحالي الدكتور يعرف يحتاج الدكتور إلى شروط. شبه جامد بس ممكن. إيه يعني ممكن أنت مثلا متفائل أو كذا. أنا بالنسبة لي أي نص من الدستور صعب تعديله طالما اشترط تعرفون الشروط. فأنا باعتقادي يعني يصير هناك اتفاق وتوافق حفاظا على السلم المجتمعي بين الناس، وكذلك مو بس السلم المجتمعي، الناس المظلومين ياخذون حقوقهم، اللي اراضيهم لحد الان ما راجعه، اللي بعدهم مو ماخذين تعويضات، اللي ناس يعني حقيقه شعب هذول من يعني مهما كان الانسان يتوقع انصاف. طيب فلذلك هذا رايي واني من راي الدكتور، يعني انه حفاظا على السلم المجتمعي لازم يكون اتفاق. فعلا استاذ صفوت، في حال تنفيذ الماده 140 من الدستور، هل يحق المنظمات أمم المتحدة والمنظمات الدولية بالوساطة والإشراف في إجراءات تنفيذها؟ ممكن؟ نعم، وفقا للمادة 58 أستاذ اللي يعتبر جزء من الدستور، يعتبر الدستور العراقي سنة 2005، يمكن لهيئة الأمم المتحدة أن تتدخل وأن تتوسط في حل هذه النزاعات. وحسب ما اللي سمعناه احنا أنه حالياً أكو مباحثات في الأمم المتحدة في كركوك، جهات الأحزاب السياسية مشاركة في هذا الأمر. يعني طيب. متى أعتقد يصير تدوين أستاذ صفوت بالموضوع إذا دكتور وارد؟ كل شيء وارد. شو تقول دكتور؟ سؤال أخير ثم نختم البرنامج أساتذة الكرام، هو رأيكم القانوني، هل ستفشل المادة 140 مثل ما فشلت في سابقتها؟ السؤال موجه لجنابك الكريم وثم نختم البرنامج. أنا برأيي لن تفلح اللجان أو الجهود التي ينادي بها بعض السياسيين لإعادة أو لإحياء لجنة المادة 140 مثل اللجان التي سبقتها، وبالتالي أنا أشوف هي ورقة ضغط سياسي للوصول إلى أمور أخرى. طيب أستاذ عبد الكريم، أنا باعتقادي إذا تم تعديل ورفع بعض المسائل من أدها، وكان الهدف منه هو إرجاع الحقوق للناس المظلومة وبشكل سلمي وباتفاق، أعتقد يصير حل. يعني أما إذا يبقى هالشكل فرض أمر واقع لا تنجح. لا تنجح، لأنه المسألة قانونية أكثر ما هو هم ماخذين بعد سياسي، لكن هي مسألة قانونية. هنالك مظلومين أستاذ محمد، يجوز إحنا ما ندري، بس كواي ناس راحت أراضيها راحت، يعني الناس اللي يسمعونا يعرفون كواي ناس تضرروا من فعلا فعلا المواطن. فأنا باعتقادي إذا صار اتفاق عليه بحيث يتعدل، يعني ولو هو تعديل، أنا إذا أقول مستحيل نص دستوري، لكن ممكن اللجان تشرف وتعدل إجراءات. صاد صفوت كلمة أخيرة ثم نختم البرنامج. مادة 140 مادة انتهت من الناحية القانونية، انتهت وعلى أرض الواقع انتهت، وإنما تستخدم حاليا كورقة سياسية للضغط على بغداد للحصول على مكاسب مالية للحزبين الكرديين.
أشكرك جزيل الشكر وضيوف الأكارم، كنتم ضيوفا أعزاء في البرنامج، الدكتور مراد صائب محمود معاون عميد كلية القانون والعلوم السياسية جامعة كركوك، وكذلك الأستاذ عبد الكريم حميد فورشيد محامي وخبير قضائي لدى محكمة استئناف كركوك الاتحادية، وكذلك الأستاذ صفوت صالح البنا محامي وخبير قضائي لدى محكمة كركوك الاستئنافية. أشكركم جزيل الشكر. شكرا لكم. مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي حلقتنا المقررة هذا اليوم، ملتقانا وياكم الأسبوع المقبل بإذن تعالى. أترككم بأمان الله ورعايته.